النهاردة معي ومعكم على الهواء مباشرة العالم الجليل أستاذ علوم علاج السموم والإدمان بالقصر العيني، معالي الدكتور الكبير اللي شرف كتير جدا لي على المستوى الشخصي أن أحاوره، معالي الأستاذ الدكتور الكبير نبيل عبد المقصود. دكتور نبيل عبد المقصود، السلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تحياتي المعاليك دكتور نبيل، وأنت أحد أهم أساتذة علم السموم وعلاج الإدمان في أحد أهم مراكزنا الطبية القصر العيني، صاحب التاريخ العظيم والتاريخ الطويل، وأنت اسم كبير جدا. أولا يا فندم خليني أتطرق لحضرتك، مادة الحشيش هل ممكن تغيب الإنسان عندما يتعاطى مادة الحشيش وهو سائق للسيارة؟ بص هقول لحضرتك حاجة، الحشيش لو الواحد بيشرب حشيش وكمية بتعمل الآتي بالنسبة لقيادة السيارة، ممكن تخليه يفقد القدرة على تمييز الأبعاد، بمعنى ان يبقى حاجة قدامه على بعد 5 متر ومعتقد على بعد 50 متر، فده يتسبب في اصطدامه بيها او قيامه بحدوث حادثة. قد بعض الحالات بتغير الألوان، يشوف الأحمر أخضر والأخضر أحمر، وبالتالي دول حاجتين بيساعدوا على كثرة فرصة حدوث حادثة. ممكن حاجة تالتة كمان تعملها، تدخل أحد الأشياء الأخرى من المخدرات معاها، تزيد فرصة إنها تقلل سرعة الإشارات العصبية من المخ إلى الأجزاء العضلية اللي في جسمه، بمعنى إن الواحد لما بيشوف حد قدامه بيبتدي عينه شافت لقطت الصورة بتبعتها للمخ، المخ بيبعت إشارات عصبية منظمة في جزء من الثانية إلى عضلات معينة علشان تشيل رجلك من على البنزين وتحط رجلك على الفرامل بتناسق غير معهود وسريع. في وجود المادة المخدرة بتبقى الإشارة بطيئة، وبالتالي رفع الرجل من على البنزين وحطها على الفرامل بياخد وقت أطول من اللازم، وده برضو مع العوامل السابقة قد يتسبب في حاجة. طيب وجود مواد مخدرة أخرى يا معالي الدكتور مع تعاطي الحشيش يساعد على زيادة هذا الذي تحدثت عنه بشكل طبي؟ عشان نحذر ولادنا، يعني مادة زي مادة الترامادول، مواد أخرى سواء كانت عقاقير أو مسكرة كالخمور في مع الحشيش بيبقى الأثار الجانبية أكبر من اللي أنت بتقول عليه؟ بالتأكيد وبيسرعها، بالتأكيد وبيسرعها وبيزود سرعة حدوث حادثة، وممكن الخمرة لوحدها تسبب في حوادث، لأن دي مشاكل كبيرة جدا مع المخدرات. يعني لو الخطورة نسبتها 40%، في وجود تجمع بعض المواد المخدرة مع بعض بتبقى فرصة حدوث الحادثة تتعدى 80%، تتعدى 80%. معالي الدكتور يمكن أنت شفت زي ما العالم العربي كله شاف وتابع قدام حالة نجم كبير زي أحمد فتوح، الصور اللي جات من اللحظات الأولى من الحادث وحالة الذهول اللي كان موجود عليها، هل بحكم حضرتك أحد علماء هذا المجال الصدمة اللي ظهر فيها في الصور تحدث له إفاقة نتيجة لواقع لم يكن يتخيله؟ بص أنا ما شفتش حضرتك، ما شفتش الصور، لكن دايما الواحد لما بياخد ألم بيفوق، لما بياخد ألم بيفوق، فده مش ألم عضوي، ده ألم نفسي. حادثة زي دي طبعا هتخليه يفوق، لكن هيفقد السيطرة على التركيز ويبتدي يرجع بذاكرته ويحاول يشوف ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل، مش متذكر ايه اللي حصل. اذا كان تحت تأثير مادة مخدرة فما بيبقاش مدرك لما فعله. لا يستطيع ان يدرك ما فعله. طبعا، لان هو لو مدرك لما فعله لما فعله. صح، حلوه دي، لو مدرك لما فعله ما فعله بالظبط. طيب بما تنصح يا معالي الدكتور ابنائنا وبناتنا اثناء العمليه اللي يعني ان هو بيسوق وقدر بص دايما وابدا، وده تعلمته من المرحوم ابويا في الصعيد، ان المدمن او المتعاطي مبتلى فلا نشمت فيه ولا نلوم وندعو له الله بالشفاء، ولكن احنا قدام حالة
نجم كورة زي أحمد فتوح، نجم مهرجانات زي عصام صاصة، فنانة، فنان، لاعب، لاعبة، أيا كان، أي حد، بما تنصح لتفادي مثل هكذا حوادث تصدت لها الدولة بقوة؟ لأن حوادث السير أصبحت للمتعاطيين عددها كثير جدا في مصر. بص هقول لحضرتك حاجة، المخدرات لا تفرق بين غني أو فقير، أيوة. بين متعلم أو جاهل، أيوة. بين متدين أو غير متدين، ولا بين وظيفة عليا وشخص عاطل، ما بتفرقش بين الحاجات دي. لأن هي بتحتاج إيه عشان الواحد يخش في السكة دي؟ حاجتين، رفيق وليس صديق، رفيق سوء دي نمرة واحد عشان يعرفوا عليها، مفيش واحد هيروح المخابرات لوحده، لازم حد يعرفه عليها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التجار لعبوا لعبة جامدة جدا دلوقتي، ان هم عملوا مخدرات نقية للغني القادر على الدفع، وعملوا مخدرات مليئة بالشوائب والمواد المضافة رخيصة الثمن للناس الغير قادرة. والهدف من كده ايه؟ الهدف من كده ان هو يجمع اكبر طبقة ويقدر يسيطر على اكبر مجموعة ودمار الشباب بتوعنا. لا ده انا هضيف لك حاجه تانيه كمان، ازيدك من الشعر بيه. انت عندك زي انا دايما بقول المقوله بتاعتي، الدولار غلي في مصر، سعر الصرف الدولار غلي، وبالتالي جميع المواد المستهلكه في مصر كلها، سمي اي حاجه تلاقي غلي. ليه؟ هيقول لك الدولار غلي، الا المخدرات، الا المخدرات رخصت. طب لما تبص للعاملين دول، رخص ثمن المخدرات رغم زياده سعر الصرف والمواد كلها زادت، وانك انت تعمل حاجه للغني وتعمل حاجه للفقير، فاذا هذه البلد مستهدفه. ومين المستهدف؟ شبابها اللي هم مستقبل مصر، بيستهدفوهم انهم يحاولوا يسيطروا عليهم ويحاولوا يفقدوهم اهليتهم، لان هم دول المستقبل بتاعنا. فاحنا لازم كلنا نتعاون مع بعض، اطباء واعلاميين، لرفع ثقافه الوعي بتاع عدم تعاطي المخدرات ومخاطر المخدرات، ونعرف الشباب. وانا وجهت النداء قريبا لوزير التعليم العالي، قلت له وزير التعليم من التربيه والتعليم، قلت له ارجوك من فضلك اذا سمحت اعمل فصل، اعمل جزء جوه المنهج للطلبه بانواع المخدرات ومخاطر المخدرات، وعرفهم ايه الخطوره من تعاطي او التقرب من هذه المواد بوضوح كامل. ما مش عايزين يبقى فيه تواري في الكلام او توريه. ليه؟ لان هم هيعرفوا المعلومات دي من شخص مغرض، فهذه معلومات خاطئه، او هيعرفوا ما عادش يا معالي الدكتور في هذا العالم المنفتح انك انت تخبي حاجه. يعني حتى في اوروبا بيعملوا مواد متخصصه حتى للجنس، حتى يتلاشى انه ينحرف جنسيا، ونفس الوضع بالنسبه للمخدرات، نفس الوضع بالنسبه للطب النفسي. العالم تغير، ولا بد ان نواكب ما يحيط بنا من مشاكل واستهداف لشبابنا وابنائنا. وافقك الراي تماما. عايز اضيف بقى معلومه، اتفضل يا فندم. المواد المخدره يمكن اكتشافها في البول. بالنسبه للمواد المخدره نقدر نكتشفها في البول، في البول من 4 أيام إلى 10 أيام طبقا للجرعة اللي هو واخدها، وده بيبقى من آخر جرعة هو خدها. يعني آخر جرعة خدها ممكن أكتشفها بعد 4 إلى 10 أيام. إلا الحشيش، الحشيش لو أكتشفه من 4 لـ6 أسابيع، وقد تصل إلى 8 أسابيع بعد آخر سيجارة هو خدها. يستمر تأثيره في البول لمدة 6 أسابيع الى 8 أسابيع، لانه بيتم تخزينه في البول. كل ما كان شخص احتفظ بالسميه جوه جسمه، ظهرت في التحليل غير النحيف نتيجه زياده الدهون في جسمه. فدي نقطه مهمه. زائد ان الادويه، مفيش ادويه هتديني ايجابي حشيش، مفيش ادويه في السوق المصري تديني ايجابي حشيش تخطى، مفيش حاجه اسمها كده. مش موجوده. مفيش غير دواء في العالم. يعني مادة الحشيش
تستمر في مادة الحشيش تستمر في الجسم يا جماعة من 6 لـ8 أسابيع. عشان كده المفاجأة النهاردة اللي أنا ببدأ بيها معاكم الحلقة إنه إن بعد 4 أيام تم التجديد النهاردة لفتوح 15 يوم أخرى على ذمة التحقيق وثبت تعاطي أنواع أخرى غير الحشيش. فالنهارده حتى الانسان الانسان النهارده اللي ممكن يسكت عشان ده في قرب لا ومليون لا كمان ومحدش يدخل الزمالك طرف في الموضوع. يعني الدكتور معالي الدكتور نبيل يعني فجر مفاجاه تحذيريه لكل من يسوق وهو يتعاطى الحشيش. من 6 لـ8 أسابيع يظل الحشيش في الجسم، لا توجد ماده اخرى بهذه القوة لأن بتتخزن بشكل غريب في الجسم كما قال معالي الدكتور نبيل. تفضل يا دكتور. أي يا فندم، فالكلام اللي بقوله لحضرتك دوت لازم يبقى الناس عارفينه وعارفين إن دي الحاجات الانزلاق فيها بتكون نتيجته حاجة من الاثنين، يا هيتقبض عليه يا هيموت من جرعة زائدة. يا ساتر يا رب. استخدام المواد المخدرة ملهاش حل تالت، الحل التالت اتجاه إلى العلاج. فالسكة معروفة والمستقبل واضح ومستنير، لكن للأسف بيتم الضحك عليهم ويتم جذبهم بطرق ملتوية وما بيديلهمش كل المعلومة، بيقول لا تقربوا الصلاة وما بيقولوش وانت السكر، ما بيكملش صح، ما بيكملش الآية، لكن هو بيكتشفها بعد فوات الأوان وبتكون عدت خلاص. ودي الحالة اللي فيها أحمد فتوح النهاردة كما وصلنا أنه في حالة ذهول ونفسيا حالته تزداد سوءا والأمور نفسيا معقدة للغاية. يعني معالي الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان بالقصر العيني، أشكرك على كل هذه المعلومات يا فندم. أنا بشكرك جدا، بس عايز أقول كلمة أخيرة. تفضل. المتعاطي هذا مريض وليس مجرم، هذا مريض. أشكرك على المعلومة دي جدا. وعلينا أن نمسك بيديه للعلاج. أوافقك تماما. لأن أنا بقول دايما ما بين أن تكون مدمن وأن تكون صحيح متعافي ستر الله. وأنت حضرتك كنت رائعا في وصفك عندما قلت أن الإدمان يحتاج إلى شيئين، رفيق سوء ومال، وحذر من ذلك الدين. مثل الصديق السيء والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فربنا يكفينا شر الرفيق الذي ذكره معالي الدكتور نبيل عندما قال رفيق سوء يجذلك الى المجهول. انا عايز اقول لك بقى، يعني انا بقول مريض تمام واتفقنا على انه مريض طبعا، الفرق بينه وبين اي مريض تاني ايه بقى؟ ان المرض دوت بيجي لك ربنا ادهولك ابتلاء من الله صح، لكن ده ابتلاء منك انت اللي بتاخده وتحطه في جسمك صح برغبتك، والنتيجه انتوا الاثنين مرضى، لكن ده ابتلاء من الله وده جهل منك وضعف في شخصيتك وسيطره من الاخرين عليك لانزلاقك في دائره لا يعلم نهايتها الا الله. معالي الدكتور نبيل، يعني والله اسريتنا كثيرا، بشكر معاليك شكرا جزيلا العالم الجليل الاستاذ الدكتور نبيل عبد المقصود استاذ علاج السموم والادمان بالقصر العيني، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا يا فندم. العفو. شكرا. طيب خلينا ناخدكم لدفتر احوال احمد فتوح اليومي في السجن النهارده. يعني موضوع النهاردة كان مؤلم جدا، استيقظ فتوح على عرضه على قاضي المعارضات. النهاردة كان عرضه على قاضي المعارضات إما أن يخلي سبيله وإما أن يجدد حبسه. هذه أمور قانونية ليس فيها أمور جدلية. تحليل المخدرات وصل لوكيل النيابة المنوء بالتحقيق من المعامل المركزية والطب الشرعي لوزارة الصحة. أقول تاني لأن هيكون معايا تفاصيل مهمة جدا في هذا الملف. وصل تحليل المخدرات الخاص بأحمد فتوح للسيد وكيل النائب العام من المعامل المركزية،
والطب الشرعي لوزارة الصحة. عشان كده في البداية لما مهامه فتوح شككوا في العينة، لأن قالوا إنها مستشفى خاص ولابد أن تكون معامل مركزية ومستشفى حكومي. وصل التحليل من المعامل المركزية والطب الشرعي لوزارة الصحة، وتم فتحه في مكتب قاضي المعارضات، وصدر قرار معالي القاضي الجليل قاضي المعارضات بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بنفس الاتهام المحال به، 4 أيام حبس على ذمة التحقيق، وهو القتل الخطأ وتعاطي المخدرات. يعني النهاردة يعني قاضي المعارضات كان يعني يطبق القانون 15 يوم قتل خطأ بالإضافة إلى تعاطيه للمخدرات. طبعا يوم أحمد فتوح بعد قرار قاضي المعارضات كان يوما صعبا، وكان في حالة ذهول وحالة يعني سيئة جدا، ويرسلها نسأل الله العافية. ولكن أجد نفسي وأنا متعاطفا مع أي حد مكروب، يعني وأنا متعاطف مع أي حد في كرب، وليس أحمد فتوح، لأن أنا وقعت في كرب كبير وكرب كثير. فأنا شخصيا يعني وجدت نفسي تجاه أي مكروب أدعو له وأقول ربنا يعافينا ويعافي كل الناس. ولكن في النهاية هناك أسرة مات منها فرد تنتظر عدالة السماء، وتنتظر أن يكون هناك يعني جزاء لما قدمت يدا أحمد فتوح. طبعا أنتم عارفين أنه تم مصادرة السيارة، وهي سيارة بنتلي ربما يصل ثمنها إلى ما يزيد عن 15 مليون جنيه، وهي موديلنا هذه السنة، والعربية البنتلي من أغلى أنواع السيارات على الإطلاق. يعني عشان كده بقول لك دائما عندما تكون في نعيم من الله لابد أن يزداد شكرك لله، رب غني شاكر خير من فقير محروم، لأن الشكر هو أهم من الحالة اللي انت فيها دي. العربية البنتلي لحظة الحادث من ضمن الحاجات اللي جت لي وأنا كنت مستعجب بيها جدا من شهود عيان، إن أحمد فتوح قبل اصطدام أمين الشرطة قال لمحمد صبحي وللي معاه في السيارة إنه عايز يغرز بالعربية. يعني معرف الشباب بيقولوها إيه، يغرز ولا مش عارف يسبع ولا مش عارف إيه، مش بيقولوها، أنا ما بعرفش في المواضيع دي، ولكن يخمس ويعمل غرز وحاجات زي كده، ففتح السرعة عشان يعمل ده. يعني فكان الموضوع موضوع أمين الشرطة إنه كان واقف أو ماشي في غير المكان المخصص لي، هذا كلام عاري تماما من الصحة، والنيابة العامة وقاضي التحقيقات والمحكمة ستبين لكم الراجل كان في مكان عمله المخصص لي في الحراسة بعيد كل البعد عن الطريق السريع. ولكن انحرفت السيارة من أحمد فتوح وهو بيخمس ولا يغرز ولا يعمل الحاجات دي، وبالتبعية كان الأمر يعني صعب جدا، وكان الحادث أليم. أيضا من ضمن الحاجات اللي النهاردة فاجأتني وقلت لا خير فينا إن لم نحذر ونتحدث، إن الراجل يعني لم تنفصل رأسه عن جسده فقط، وإنما يعني أنا بأعتذر لأسرته وأهله. كان أشلاء، يعني الموضوع بالصعوبة بمكان يعني ومش عايز أكرر ده، بالإضافة إلى إصابة آخرين. يعني ربما لا أريد الحديث عن الإصابات، ربنا سبحانه وتعالى عفاهم ويتمم شفائهم على خير، ولكن في النهاية أنت أمام أمر جلل. ماذا يعني 15 يوم على ذمة التحقيق؟ 15 يوم على ذمة التحقيق
تعني ان انت يعني سيحال للمحكمة محبوسا. يعني هنا برضي على كان أبا بعمل التغطية بما يرضي الله. الرأي القانوني انك انت ال 15 يوم بيأتي بعدهم يعني يعني بيدولك زي ما بيقولوا اهل القانون بيدولك متابعة للقضية انها صعبة، والقضية صعبة جدا 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 جدا. ولذلك يعني وجهت لوما كبيرا سواء لإدارة الزمالك أو للمتحدث الرسمي. وأنا على فكرة كلمت الأستاذ أحمد سالم فجر الحادثة عشان أعرفه، لأنه هو منوع أن يدينا معلومات، والراجل تاني يوم كلمني مشكورا. وبعد كده كلمني، لكن كنت نايم وبعد كده دخلت اجتماعات فكلمته متأخر برضه، رد عليا وقال لي تحت أمرك في أي معلومات. ولكن الراجل لم يكن لديه معلومات لأن الأمر في النيابة، وأنا بشكره على الرد والتقدير زي ما احنا بنقول ما بيردش الراجل رد، وقال ليس لدي اي معلومات غير الذي قلته. فانا بشكر طبعا الاستاذ احمد سالم على رده، ولكن لم يكن هناك معلومات. كمان زي ما انا بلوم على التسرع، يعني احمد سالم وجه له لوم كبير من اكثر من جهه على انه تحدث وقال ان في لعيبه اهلي وزمالك. هو طبعا طلع فسر، وهذا حق ان انا اقول رايه. قال انا لم اقصد ان انا اقول ادخل لعيبه الاهلي كما قال القبطان العظيم نبيل الحلفاوي وبعض الاهلاويه ليه دخلت الاهلي، ولكن كان السؤال من الكابتن مجدي عبد الغني ان في لاعبين كسر من اهلي وزمالك، فكان الرد على اجابه سؤال الكابتن مجدي عبد الغني. فبرضي عشان لا نقص على احمد سالم، انا ما كنت بعرف انه كان بيرد على سؤال الكابتن مجدي ولا حضرتكم. فأجد من الأمانة إن أنا أقول الراجل وضح إنه لم يأتي باسم لاعب الأهلي من عندياته، وإنما كان يرد على الكابتن مجدي عبد الغني. وهو الراجل قال لا أقحم لاعب الأهلي في شيء، ولكن كان رد على سؤال. ولكن الكابتن عبد الواحد السيد اللي خد الموضوع دار نتسرع التحاليل في، يعني أنا عشان أتكلم بكلم قانونيين وبكلم صحفيين متخصصين في الحوادث وبكلم زملاء متخصصين في تغطية النيابة العامة اللي بيقولنا انتظر قرار النيابة. قرار النيابة العامة طلع بأربع أيام يا صديقي، ومحامي المعارضات أنت 15 يوم، أنت فاتك يمكن جزء من البث.